للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الهزاع. بعد التحية سيد عبد الرحمن، يعني نحن أمام أدلة جديدة تكشف للمرة الأولى لقضية كشفت تفاصيلها مسبقا، إلا أنها لا تزال تحت مجهر الإعلام الدولي. كيف تفسر ذلك في ضوء هذه التسريبات وتورط طرفيها، وزير الخارجية القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر والسفير القطري في العراق أيضا؟ أسعد الله مساءكم بكل خير إخواننا في البحرين الحبيبة، ودعني أؤكد لك أننا الآن أمام سلسلة مستمرة من التورطات القطرية في عملية الإرهاب. ما ظهر مؤخرا وكشف مؤخرا عن موضوع الفدية التي تجاوزت مليار دولار، الحقيقة نحن لم نستغرب مثل هذا الإجراء من القطريين، لأن هذا يأتي في سلسلة مستمرة لهم تقوم في أساسياتها على دعم الإرهاب. هذا هو خلافنا الأساسي مع قطر، وهو دعمها الواضح للإرهاب. قطر في هذا التصرف تبرر قاعدة أن الغاية تبرر وسيلة، فليزعم منها أن هذه الأموال دفعت للإفراج عن 28 شخص قطريا، لجأت إلى أساليب ملتوية دعمت فيها الإرهاب، تواصلت مع قاسم سليماني، دعمت كتائب حزب الله العراقي، كان لها نصيب من هذه الفدية. نحن نقول اليوم انكشف المزيد من الغطاء عن السياسة القطرية في المنطقة. نحن نقول الآن أننا أمام أشياء لا تملك قطر أن تنكرها، فمع الأدلة الصوتية المسجلة والرسائل النصية والاعترافات من قبل المتورطين في هذه العملية، نقول كفاكم يا قطرا، وعلى العالم أن يمطر بعين واسعة ومحللة ليرى إلى أي مستوى انهار النظام القطري في دعمه للإرهاب. نعم سيد عبد الرحمن، على ما يبدو يعني من خلال هذه الصفقة أن النظام القطري وضع ثقله السياسي والمالي وحرك أيضا مؤسساته كافة لإتمام هذه الصفقة، لماذا مثل هذا الإصرار القطري الذي يبدو واضحا وجليا في هذه القضية بالذات، خصوصا وأن هناك ارتباطات بها تتعلق بالمشروع الإيراني المزعزع لأمن واستقرار المنطقة؟ القطريين الحقيقة من البدايات رسموا في ذهنهم خطة معينة، وهي محاولة دعم هذا الإرهاب طمعا و ظنا منهم انهم سيحققون لهم اهداف على الارض فيما يتعلق بالمنطقه التي توجد فيها قطر. بهذا التصرف نحن نقول انه الرؤيه انكشفت، الان اصبح لدينا خطوط واضحه وثابته للتعاون القطري الايراني، لدينا خطوط ثابته واضحه للتعاون القطري الارهابي، وفي كل يوم في الوقت الذي يدعي ويزعم فيه القطريون ان هناك اهداف مبرره حسب رؤيتهم، كما يقولون ان هذه الاموال ذهبت الى بنيه اقتصاديه، الى منشات داخل العراق، الى كذا وكذا وكذا، ولكن نحن في النهايه ناتي ونقول الى انه ليس من سمع كمن راى. الاعلام الغربي لا يجامل في مثل هذه الامور، وسائل الاعلام الغربيه من البي بي سي ومن الصحف الامريكيه تحدثت بكل وضوح. نحن لسنا فقط من يدين العمليات القطريه، ولكن هناك من يفضح ومن يعري. كلنا نعلم ان الارهاب اضراره تمتد الى الجميع، ليس فقط الى منطقه الخليج، ليس الى المملكه او الى البحرين او غيرها من دول مجلس التعاون، ولكن الارهاب اصبح يمد يده في كل مكان، من كل مكان، فقطر عندما تدعم اي تحركات ارهابيه في هذه المنطقه بطريق غير مباشر تدعم الارهاب بمعناه العام والشامل الذي سيتضرر منه الجميع. نعم سيد عبد الرحمن، يعني السفير القطري في العراق عند حديثه مع أحد قيادات كتائب ميليشيات حزب الله الإرهابية ذكر له أن أنتم تعلمون ماذا فعل الأمير الوالد، ويقصد هنا الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق، وتعلمون ماذا فعلت قطر ويجب أن تثقوا في قطر. مثل هذا الاعتراف الضمني بالتواصل القطري على أعلى مستوى مع ميليشيات إرهابية، كيف تقرؤونه كمحلل سياسي؟ نحن نقرأ هذا بصورة واضحة أمامنا جميعا، وهي قبل أن تصل الأمور إلى حد المقاطعة مع قطر كانت لدينا أدلة ثابتة واضحة بالسابق عن تورط هذا النظام في سلسلة من الأعمال الداعمة للإرهاب والتحركات الإرهابية. كنا نأمل في دول مجلس التعاون أن تتعدل الرؤية، أن تتحسن أمور، أن يكون هناك ارعواء وتراجع عن هذه المواقف، وواجهنا القطريين بالأدلة الثابتة
على أمل أن يعودوا إلى رشدهم. نعم. ولكن مع الأسف أن التاريخ يشهد والوقائع تشهد. ومن الذي قال هذه الشواهد والأدلة؟ ليس نحن في منطقة الخليج، اعترف بها الآخرون، مما يعني أن هناك إجماع عالمي على أن هناك دعم ومساندة من القطريين للرهاب، وهذا شيء لا يمكن أن تقره الأعراف والمواثيق الدولية. نعم. الأمم المتحدة تدين، مجلس الأمن يدين. نعم. كل المنظمات الدولية تدين هذا الرهاب. فلماذا قطر مستمرة في هذا التوجه؟ أنها نعم. تبحث وتسعى لأهداف وهمية بأن تحقق أهداف توسعية في المنطقة، مجرد أنه سراب ينقش عندما تبان الحقيقة. نعم، الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الهزاع كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.